حاجات كتير قوي هنبدأ نتكلم عنها. أول حاجة هنتكلم عنها طبعا الأقرب هو مباراة المنتخب غدا إن شاء الله. شايف إزاي مستوى منتخب مصر في المباراة اللي فاتت بصرف النظر عن مستوى المنافس وفرص المنتخب الوطني في مشواره في تصفيات كأس الأمم؟ هو مفيش شك طبعا، أنت عارف المباراة أو مباراة المنتخب الفترة اللي فاتت مع النيجر والمباراة الأخيرة بعتبرها مش من الماتشات اللي أنت تاخد مقياس منتخب مصر عليها، مش تقليلا في الفرق اللي موجودة، بس ده المستوى اللي قدامك مستوى ضعيف جدا. لا يعني انت ما تقدرش تقارنه مثلا بما تيجي تلعب تونس، ومع ذلك احنا برضو نتائجنا كويسه قوي جدا. طبعا احنا ما فيش شك، احنا مش بنتكلم على نتائج، لو من ناحيه النتائج طبعا ما فيش شك نتائج كويسه والنتائج مرضيه والنتائج ممكن اكيد هتاهلنا طبعا لكاس الامم الافريقيه، لكن في الاول وفي الاخر التركيبه نفسها اللي موجوده في منتخب مصر انا مش عايز احكم عليها بالشكل اللي موجود ده. انا احكم عليها في ماتش زي تونس، احكم عليها في ماتشات وديه تقيله. ليه ما بتحبش تحكم على المنتخب في ماتشات امام منافس اقل كتير في المستوى؟ علشان انت برضو ما بتيجي تحكم على لعيبه منتخب مصر مش اللي موجودين، هم الخبره الدوليه عندهم يعني مش كبيره قوي. هو طبعا الخواجه ما عايز يعمل توليفه جديده، اللي عم انا سمعت او اللي انا درت بيه اللي هو عايز ياخد مجموعه تكون اقل من 30 سنه، وبس انا مش مع الجزئيه دي بالذات. انا يهمني اللعيب ايا كان سنه ايه، انا عندي واحد زي وليد سليمان صعب يبقى مش موجود في المنتخب، عندي اسلام محارب صعب يبقى مش موجود في المنتخب، عندي احمد فتحي، مش بتكلم عشان احنا النادي الاهلي او بنكلم، لا بكلمك بامانه بصفه عامه على اللعيبه اللي موجود في احمد جمعه في المصر برضو بشكل كويس، في حسام حسن في سموحه، في لعيبه كتير قوي موجوده على الساحه.